زي ما انتم شايفين طاولتنا المغرية تتحدث عن البرجر، وهو من الوجبات المفضلة لدى الكبار والصغار على حد سواء، لأنه مكوناته بسيطة ومذاقه شهي. في الماضي اشتهرت هذه الوجبة من ضمن قائمة الوجبات السريعة، لكن الآن في وقتنا الحالي أصبح يقدم من قبل أرقى المطاعم والمقاهي العالمية وبأنواع مختلفة، مثل البرجر النباتي والعضوي ذي الجودة العالية جدا وغيرها الكثير من الأنواع. للمزيد ينضم إلينا في استوديو عبد الرحمن النونو، مدير أحد مطاعم البرجر في دبي. صباح الخير. صباح الخير. يعني جوعتونا من الصبح بالأشهى المأكولات اللي احنا شايفينها، برجر يعني ناس كتير جدا بتعشقه، حتى لو عملنا دايت بتضعف قدامه. أكيد. يعني إيه الجديد؟ دايما في كل شوية حاجة جديدة بتطلع. الجديد في البرجر؟ هلأ البرجر مثل ما حكت مها أنه هو من أهم الأكلات العالمية. كل دول العالم اللي ما بيعرف الأكل بيروح بيدور على مطعم برجر ليأكل. اليوم تطور كتير الأكل وصار الإبداع بالطعام عالي جدا، فصار اللحم والبرجر بشكل عام ينضف له كتير إضافات داخل السندويشة لتعطي نكهات كتير مميزة، وصار في أنواع كتير للبرجر موجودة. يعني قبل الهوى كانت معها لسه بتسألك إيه دخل الأناناس في الموضوع، قلت لها أنه إحنا من قبل كان اللحم هو البرجر هو بس لحم وخبز، هلأ صار ينضف له أناناس، مانجا، ماشروم، بيض، صار ينضف له كتير إضافات لتنكه اللحم. نحن البرجر إذا بتعرفوا هو الأصل تبعه بيقولوا أنه بيرجع للحرب العالمية. كان الجيش الألماني بحاجة لوجبة أساسية ليغذي فيها جنود ليعطيهم طاقة ليحاربوا. فالطباخين بالجيش الألماني اقترحوا الباتي اللي هو لحم البرجر اللي موجود. حتى هن بيقولوا برجر نسبة لهامبرغ. نسبة لهامبرغ. فكان هو الغذاء الأساسي للجيش. على قد ما في بروتين وطاقة وفي كربوهيدرات كمان في الخبز. أكيد يعني هذا بيحسس الإنسان بالشبع. يعني وجبة البرجر هي من الوجبات اللي كتير مهمة اللي لازم يحصل عليها الشخص أقل شيء مرة بالأسبوع لتعوضه الطاقة اللي ناقصة من البروتين، من الحديد، من الحمض اللينولينك، وتعوضه كمان النص كيلو اللي يكون نزله أو الكيلو يكون خسر طول الأسبوع يعوض بشكل ثاني. طيب بس عبد الرحمن، يعني أنا حابة أتعرف مثلا، إحنا هنتعرف على الأنواع كلها الموجودة معنا. خلينا نشوف هنا مثلا هذا دجاج أتوقع، مش لحم صح؟ هذا الدجاج. إيه الإضافات؟ إيه المميز يعني جوا الساندوتش أو جوا البرجر؟ هلأ نحن منقول أهم شيء بالبرجر العنصر الأساسي اللي فيه هو اللحم اللي موجود، إن كان لحم بقر أو لحم دجاج. هذا أهم عنصر باللحم. كونه البرجر لحم مفروم، فكتير نحن لازم ندقق على نوعية اللحم اللي نحن بناخدها، لأنه ممكن نحن بالبرجر يحطوا أي شيء ما تعرفي شو عم تاكل. هذا الفرق يمكن بين المطاعم الوجبات السريعة اللي دائما نحذر منها الفاست فود، وبين بعض المطاعم اللي بتعمل اللحمة بشكل يعني هم يجيبوها ويفرموها. نحن لما بلشنا مثلا تجربتنا بالمطعم أخذ معنا المينيو 6 شهور، جربنا حوالي 70 نوع لحم لحتى وصلنا لأجود نوع لحم بالعالم. استقريتوا على إيه؟ ووكيو. ده إيه اللي بيميزه عن أي نوع لحم؟ يعني الحيوان البقرة عليها دلال كتير كبير. البقرة المدللة. من زمان نحن ما كنا نسمع بالكوليسترول، ما كنا نسمع بالسمنة، ما كنا نسمع بكتير أمراض. ليش؟ لأنه كان الحيوان يعيش حياة طبيعية مثله مثل الإنسان. اليوم الحيوانات بالمزارع تبعتها عم تتعامل بطريقة كتير قاسية. الوكيو لحم الوكيو تبعنا بيعاملوا الحيوانات بطريقه مدلله، فبتنتج كل المواد الصحيه اللي بيحتاجها جسمنا. الكوليسترول بلش يطلع لاجسامنا لانه انفقد حمض اسمه حمض اللينولينك اللي هو CLA. هذا بيوصفوه بالصيدليه. هذا الحمض هو مركب موجود طبيعي باللحم، بس بسبب انه اللحم صار يعني صار كتير صناعي الحيوان فقد هذا الحمض. نحن اليوم اللحم تبعنا فيه 500 ضعف حمض اللينولينك عن اللحم العادي. هذا بيساعد على حرق الدهون وبيساعد على خفض مستويات الكوليسترول. طيب بالنسبة يعني احنا حنشرح على السريع، بس واحنا بنشرح انا حابة اعرف مثلا بينخلط معاها دهون اللحمة عشان تعطي هذه، يعني احنا دائما نخاف على الوزن وعلى الكوليسترول زي ما ذكرت.
أكيد. إيش اللي بنخلط من مكونات اللحمة عشان تطلع طيبة؟ هلأ اللحمة لازم نضيف لها دهن. بس دهن عن دهن بيفرق، والجسم بحاجة لدهن. هلأ نحن تقريبا بنضاف حوالي 20% دهن ل 80% لحم للبرجر تبعنا، وهذا لازم حتى لأنه الدهن فيه طعمة طيبة. بس أنت قلت لي إنه هو أورجانيك، يعني طبعاً, طبعاً, طبعا يمكن دي نقطة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي بتحب البرجر. أنت لما تنصح. حمض الأورجانيك اللي موجود باللحم هو بيساعد بشكل كتير كبير لحرق الدهون. فهذا كتير بيعطي غذاء للجسم. أنا كتير عندي مثلا أشخاص عندهم كان مرض عندهم نقص بالحديد، عندهم نقص بالبروتين، قالوا لي نحن تحسننا لما صرنا ناكل البرجر من عندكم، لانه تحسن عندنا مستوى البروتين، وقف عندهم تساقط الشعر. لا بس يعني ما اتوقع انه هو اوكي يعني علاج للامراض، بس خلينا نقول انه هو صحي او غير مضر. مش زي خلينا نقول العادي. طيب ممكن تشرح لنا عن الانواع اذا سمحت؟ مثلا هذا انا زي ما لاحظت في بصل وفي بيض. مزبوط. سريعا بس لانه وقتنا خلص. هلا نحن بالنسبه للانواع عملناهم كاتيجوري على حسب الاشخاص، يعني الاشخاص اللي بيحبوا الماشروم نزلنا معه ماشروم اللي هو هاي اللي هي السويس ماشروم. في عندنا نحن اشخاص بيحبوا البرجر الحلو فنزلنا نحن البينا كولادا بالاناناس اللي هي هاي. وهنا اتوقع كمان بيجي مع اناناس وجوز الهند، بتجي فيها سويت. اللي بيحبوا مثلا البرجر الدسم نزلنا البيض والبصل المشوي. مختلف يعني في خيارات على حسب الاذواق. مزبوط. حتى نزلنا نحن الفيجن برجر اللي هي هاي للنباتي. نتكلم اكيد مع مختص التغذيه لانه وقتنا خلص. عبد الرحمن شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا لكم. سلام. فاصل ونستكمل ما تبقى من صباح العربيه.